حجرين وبعدين تيجي ام ساميه تروق الاناني. هي الخلطه اللي انا عملتها هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك. ايه يا باشا اللي يخصني؟ في اوضه شبه الاوض اللي عند ام ساميه وسرير يشبه السرير اللي هناك وليلة تشبه الليلة دي. رمانة شانيتك يا خميس. كلام يا باشا اللي انت بتقوله ده. خانتك معايا. معاك يعني ايه؟ بس انا ما كنتش اعرفك. هي اللي كانت تعرفك. بس بعد ما عرفتك ما يصحش ما اقولكش. وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟ بيهبط. انا يا هبلة. بيزا سيبتي ركبي. انت مالك يا هبلة؟ في ايه؟ نفسي هفتني على الرمان. قلت اقفلت لحبيتين بلاش. البت دي خدتك ورحتوا على فين؟ ما تكدبيش عليا وما تقوليليش عند الدكتور. انطقي، رحتوا فين؟ زار عند حنتومه. يا سلام، ومن امتى هي عايزه مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانتي ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حته عيل يشيل اسمه. وإذا كان الزار بيجيب فايدة كنت جبتلك الزار لغاية هنا مش عشان تخرجي برا وتلطينا وإحنا لسه بنقول يا هادي في أكل عيشنا. خمدي دلوقتي ولما يجي جوز التانية أنا ليا كلام معاه. افتحي الباب. اللي انت بتهببه ده هدخلك في مشاكل كتير. وليه بقى الجو الغميق ده؟ ده انا حتى قلت اجي افتح معاكي سكه جديده. ما تاخذنيش يا مزه، اصلا انا عارف ان انا سابق عندك. عشان كده لو كنت اخترت اي سكه ما كنتش هتفتحي لي باب. انا المره اللي فاتت ما قلتش لخميس. ولا هتقولي المره دي كمان. انت عايز مني يا براء؟ قولنا جايين نفتح صفحة جديدة. اقعدي يا بت، اقعدي.
تاخذنيش يا رمانة معلش. أصل أنا لما بشرب الهباب ده ما بشوفش قدامي، بتعمي، بضبش زي ما بيقولوا. بص يا براءة، أنا سكتك ماليش فيها، سيبني في حالي. اشمعنى قفشة في دي الخميس؟ خميس؟ أيوه خميس، أفندينا. حلوة السكة بتاعته؟ عجباك يا هاوي؟ يكون في علمك، أفندينا خلاص راح، زمن ولا اللي جاي بتاع براءة، براءة النوح، قبض الروح. بس أنا جايلك النهاردة عشان أفتح معاكي سكة جديدة، هحط إيدي في إيدك يا رمانة وهفتح لك طاقة القدر اللي لو طلتي منها هتشم هوا الدنيا كله. أما بقى لو سدتيها في وشي هتعيشي عمرك كله في أوضة ضلمة معفنة لغاية ما تفطسي وريحتك تطلع. انجز يا براءة، هات من الآخر، أنت عايز إيه؟ أهو كده الكلام يا حلاوة. شوفي يا بنت الناس، في مصلحة بينا هنقسمها مع بعضينا. أنت هتجيب لي أخبار خميس أول بأول، وأنا هديكي 10 أضعاف اللي بتاخدي من شغلك من غير ما إيد تلمسك ولا عين تعريكي. شفتي بقى براءة؟ براءة إزاي؟ أنت بتحلم يا براءة، مش هيحصل. قشطة، نكملها أحلام لغاية ما تقلب عليك الكوابيس. حلو؟ أنت عايز إيه بس؟ أنا معرفش أيتها حاجة. عارفة كتير وهتعرف اللي أكتر. طب ما أنت دلوقتي كبير السوق، عايز إيه تاني؟ أنا هستناك تيجي تبخلي البقين اللي أنا عايزهم منك، وعلى قد اللي هتقوليه هتاخدي اللي تستاهليه. على فكرة براءة بيعرض العرض مرة واحدة بس، مرة واحدة، والعرض التاني بنقفل، بنشطب الأوكازيون وبيظهر وش تاني البراءة. أنا بقى مش عايزك تشوفيه. سلام يا موزة. لا جرجروني غصب. الله يخرب بيتك، يخرب بيتك يا بيزا. ايه ده يا ابلة؟ يكون وراك هو تاني؟ اوعي تفتح. براءة ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ سامي اسمعني بس يا خميس. سامي طاقة المقفولة دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ اهدى يا خميس وانا هفهمك على كل حاجة. ايه تتخبي فيها؟ على حسابك على كل حاجة؟ انت فاكراني ايه يا بنت؟ انا خميس افندينا، مش انا اللي اتضحك عليا. رجالة بشنبات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجه. انا والله والمصحف ما عملت حاجه. والعمود
واللي بينكوا ده كان ايه؟ العمروتي الزباله ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزباله ولاد الكلب. انت بنت فاكرين عيل برياله؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي يطلطوا اللقطه دي، ولا واحده زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولميتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانه في وحل البرك ما فكرت تشيلي منه، جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش عليا، لوم على نفسك انت. مش عايز اشوف وشك، ولو صدفه